الصالغه لا الصالغه هادشي قضيه هادشي على المغرب كامل ماشي على طنجه بوحدها. وبهذه المناسبه راه البارح عقدنا واحد الاجتماع في الولايه مع السيد الوالي، انا ما حضرتلوش لان كانت عندي الدوره في هذه النقطه ديال غلاء الاسعار، شنو هي التدابير والاجراءات اللي لازم تاخذوها باش على الاقل حفاظا ما يكونش ديك السماسره اللي حاجه غاليه حنا غنزيدوا نستغلوا الفرصه ونزيدوا نغليو، يعني غتكون واحد المراقبه صارمه لا من ناحيه الخضار لا من ناحيه اللحوم، وغتكونوا دوريات اللي غيخرجوا بتنسيق لا مع السلطه ولا مع موظفين ديال الجماعه.